يعني بقى الكلام اللي هو ايه طب اللي قول عندي. الو، الو، نعلي صوتك. الو ايوه، الو، مساء الخير يا نجم. الو، مساء الفل يا اسلام، يا ازيك يا حبيبي؟ حبيبي، ده جمعة. ازيك يا عم مين مصر، بيدي وحشنا. جامد؟ هو في حد هيدي جامد غيرك؟ يا عمدة، ازيك يا عمدة، عامل ايه؟ انت بعد الشعر بقيت اجمد حد فينا خلاص. تحس ان هو ازيك يا عمدة، صغر مش وحشني كبر. حبيبي. هو وحشني يا عامل عمدة. ايه؟ ازيك يا اسلام، عامل ايه؟ ازيك يا جمعة، الله يسلمك يا اسلام، عامل ايه؟ والله وحشني. و بنستمتع بيك، يعني لما بتوحشنا بنتفرج عليك في التلفزيون طبعا. بصراحة. ايوه. طبعا. وانتوا نفس الكلام برضه يا اسلام، والله ايوه. يعني انت قاعد دلوقتي بتوحشني بتفرج على مستمتع قناة الاهلي. يا وائل؟ يعني انت قاعد دلوقتي مستمتع بينا صح؟ طبعا حبيبي يا وائل والله. طبعا، ما ده عايش حبيبي يا برضو، عمدة. ياما بطل لعيبه وياما مشى لعيبه لا لا وياما لا قعد لا، لعيبه وياما وقف خمسين لعيبه. باك رايت بس، ها 50 باك رايت بس. خلاص بقى، خلاص بقى، الناس نسيت يا اسلام الكلام ده، الناس نسيت. لا، ما احنا الناس بنحب نسيت. نفكر ما الناس احنا يا جماعه، لازم نفكر الناس. ما عندناش حد تاني زيك. بصراحه. حبيب احنا لو عندنا حد حبيب يا تاني عمدة، زيك يا الله جمعة يخليك. ما كان زمان ما كل هو الباكات احنا الرايت زي، شغلناك كان زمان مدرب يا اسلام عمدة لسه بقى، بيلعب. بتطلع لنا اللي زينا. يا وائل، احنا عملناك مدرب يا عمدة عشان تطلع اللي زينا بقى. احاول. ماشي ماشي كده، انا يعني خلاص، بص، انا وداك كده في ايه، حتة تانية خالص كده. رجعتني بقى لايام زمان. انا هسكت يا وائل يا خلاص. انت جماعة، ايه حبيبي. رأيك في عماد النحاس كمدرب؟ يعني من وقت 19 سنين يعني، وتجربة تدريبية، يعني ايه رأيك؟ يعني ان شاء الله اسلام، يعني عماد مشروع مدرب كويس، لان عماد يمتلك كل الصفات والمواصفات اللي تخليه واحد من احسن المدربين ان شاء الله في المستقبل. يعني التدريب عباره عن خبرات، وعماد يعني اختصر جزء كبير جدا بالخبرات اللي عنده كلاعب، ورؤيته دايما لما كان في الملعب يا اسلام، تعرف كلها افكار يعني، فاهم؟ فالافكار دي هي اللي بتصنع المدربين. فعماد، وبعدين عماد ذكي في الملعب كمان، فعنده كل المواصفات اللي تخليه مدرب كويس جدا، بس برضه محتاج بقى الشغل، ومحتاج التدريب والممارسه العمليه والوقف على الخط. وعماد الحمد لله يعني الفتره اللي فاتت اكتر من فريق اشتغل فيه واكتسب فيه خبرات كبيره، ان شاء الله ربنا يوفقه في فريق يساعده، لان النقطه دي مهمه جدا يا اسلام، صح صح ان انت كمدرب تلاقي الفريق اللي يساعدك، ويبقى انت واثق فيه وهو واثق فيك، ويوفر لك الامكانيات اللي تخليك في المكان المطلوب بالظبط. انما انا ما عنديش شك في ان عماد هيبقى واحد من احسن المدربين اللي جم في مصر ان شاء الله. الله يكرمك. تسلم يا وائل. اولا طمنا على ابو تريكه، اخباره ايه؟ كويس الحمد لله، كويس. سلم لنا عليه والنبي، عشان احنا النهارده عمالين نجيب في سيره الناس كلها، ابو تريكه على جمعه على ما بركات سبناش على، حد يا وائل، ما سبناش حد لسه يعني. بس انت عارف كله الحمد لله، يعني كله من غير تقطيع يعني. ده لسه كله ما، كلام بس كويس اهم يعني جدا. حاجه اكيد طبعا، اكيد طبعا بتجيبوا سيره الحاجات الحلوه، الحاجات الوحشه اللي الناس ما تعرفهاش عننا لا ما يا، ما فيش بتتكلموش حاجه عليها وحشه طبعا. يا جماعة. وانت وانت عندك حاجه وحشه بتلحق يا جماعة؟ تعمل حاجه وحشه؟ انت انت بتلحقش كنت من بتنام قريب الساعه بتعمل. 9. واحنا ده 9 دي كنا لسه ما بنقول بسم الله. بركات، ما بركات كان بيشوه سمعتنا دايما في كل حته يا عماد، وقدام كنت تشوفه يطلع في البرامج والحاجات اللي كان بيطلع فيها مذيع دي، يقعد يقول لك والناس ما تعرفش حاجه عنكم، وانتوا بتعملوا حاجات في السر، والناس مش عارف ايه، فكان بيشوه سمعتنا دايما. لا، هو كان بيشوه سمعة ناس معينة، لكن انت لا، ما انت احنا عارفين انت وابو طريق بتناموا من الساعة 9 10 بالكتير قوي، تلاقي ايوه عينيك طبعا بتحمر. ده يا انت جمعه، لغاية لازم دلوقتي يا راجل عينيك بتحمر. لازم الناس تعرف، مش الكوره بس يعني، لازم الناس تعرف الكوره والكواليس اللي كانت حوالين الكوره. انت عارف ان مش كان في كواليس ما هو ولا ما كانش في انت كواليس؟ عارف يا عماد ان للاسف الاهم فعلا صح. للناس هي يعني الكواليس انت اللي حوالين الاوضه، الكوره. والله الاوضه فاكر اوضه كان رقمها كام في الاوتيل؟ انا واحد انا فاكر ان 503. لا خلينا في موسم 2004 2005. كان جمعه وتركه هو في اوضه. تصلي العشاء وخلاص، هو واليوم خلص. الناس يا عماد وفي دايما ناس كانت بسم الله ما شاء. الناس دايما بتركز في اللي بتشوفه في الملعب بس، انما احنا الميزه بصراحه بتاعتنا كان التركيز بيبقى بره الملعب اكتر. انت مظبوط. اليوم بتاعك 24 ساعه، كنا بنلعب في مباراه مثلا او في التمرين ساعتين، وال 22 ساعه التانيين لو انت عايش كويس ومركز مظبوط. هتلاقي مأثر عليك كبير جدا. فدي نقطه يعني
لابد لو زي ما عماد بيقول على الاجيال اللي جايه والناس اللي جايه والناس اللي موجوده حتى ان هي تستفيد من الكلام ده. صح، دي نقطه مهمه جدا لابد من الاهتمام بيها يعني. صح، وانا بتكلم مع اسلام في بدايه الكلام قلت له ان كان كل واحد في الجيل بتاعنا كان يقدر يتبنى عليه فريق لوحده. طبعا طبعا، ودي نقطه، دي نقطه يعني الناس اللي مش قريبه مننا يا عماد ما يعرفوهاش، ما يعرفوش ان المجموعه دي كانت سهله وصعبه. صح، صعبه ان انت تسيطر عليها وتطلع احسن حاجه منها، وسهله في ادارتها لما انت توصل لكل حاجه عندهم. وده كان نجاح مستر مانو لواف كبيره يعني على مستوى النادي وعلى مستوى المنتخب. صح، وده يمكن انا كنت بقول لاسلام هي دي كان النجاح مستر مانو مع المجموعه دي، مع كميه اللعيبه. هنقول بقى دلوقتي النجوم اللي كانت موجوده في الوقت ده، كل واحد في مكانه، ما كانش في حد مثلا هيغيب، كلنا غبنا وكلنا لعبنا. وكنت بقول لك ان صح. احنا واحنا موجودين كانت تبقى مشكله كبيره للمدير الفني، ولما كان حد بيغيب لا اللي موجود برضو كان بيأدي بنفس الكفاءه بنفس مظبوط. وخلي بالك ده دلوقتي يعني، انت بص وائل جمعه في مكانه راح مسك منتخب مصر ومسك النادي الاهلي ومسك منتخب مصر في بين سبورتس بيعمل ايه، انت طبعا. في مكانك بتعمل ايه، بركات في مكانه في اتحاد الكوره او كمذيع شويه، ابو تريكه، كل الناس تقريبا كل بس واحد هو اسلام هو بركات لما يكون مكانك كمذيع مش 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 معلش احنا بص اصحاب قد ايه وعشره عمر قد ايه، لكن انت عارف ان هو مختلف. لا طبعا طبعا، يعني هو مش هو ما عندوش مشكله ان هو وائل يطلع سر مثلا من 20 30 سنه عادي. صح، ما عندوش اي مشكله، بس بطريقته هو يعني، مش ان هو باسلوبه هو مش اللي بس اللي ايه للناس هو تبقى كل واحد فعلا، كل واحد فعلا عماد الناس تبقى عارفه ان هو الناس واخده انطباع دايما وائل على بركات ان هو ايه. انا بشوف ان بركات من افضل من افضل اللعيبه اللي جه في يعني في الجيل بتاعنا. طبعا واحد من افضل اللعيبه اللي كان موجود معانا في الجيل بتاعنا، وواحد من اخف دم برضه في الجيل بتاعنا، اللعيبه اللي جم في تاريخ مصر يا عماد يعني. وانا بقول لك هو واحد برضه من الناس اللي دمها خفيف في الجيل بتاعنا برضه. هو لو تفتكر ماتشات اهلي وزمالك واحنا نازلين انت تركيزك عامل ازاي، اسلام بيبقى تركيزه عامل ازاي، عماد يبقى تركيزه عامل ازاي، وشوف انت بركات كان بيعمل ايه. صح صح، كل واحد وتركيزه كان ليه، هو كان ليه طريقه وكان ليه اسلوب، هو يمشي يغني ويهزر وانت ماشي متنشن ومركز وهتعمل ايه، وراس الحربه ده ممكن يشتغل ازاي وده ممكن يعمل ايه، لكن هي ما بتختلف. ما انا ده اللي انا بقوله لك عماد، لكن تنزل الملعب، تنزل الملعب اكتر حد ملتزم في الملعب معينه، وده صعب جدا ان انت تفهمه وتوصله. صح حقيقي. فهو كان جيل التعامل معاه سهل وصعب، سهل جدا ان انت تسيطر عليه وتوصل لكل واحد لدماغ كل واحد فيه، وصعب جدا ان انت تعمل المعادله دي ان انت معاك كميه اسماء وكميه لعيبه كل واحد فيهم شايف ان هو احسن واحد في الدنيا في مكانه. صحيح صحيح. جمعه بكره ان شاء الله النادي الاهلي هيسافر للنمسا عشان يبدا معسكره. شايف بعد السنه اللي فاتت وما حدث السنه اللي فاتت من فوز النادي الاهلي بخمس بطولات اللي اشترك فيهم، الموسم اللي جاي هيبقى عامل ازاي؟ ايه اللي ينقص النادي الاهلي خلال المرحله القادمه؟ اهم الايجابيات اللي ممكن تشوفها الفتره اللي جايه. الموسم اللي فات بتقول خدنا خمس بطولات يا اسلام، لا الموسم اللي جاي عندنا ست بطولات ان شاء الله. لو هم ست بطولات مطلوب منك تاخد ست بطولات، واللي فات ده بقى ماضي وبقى تاريخ، واحنا الحمد لله يعني كل اللي بيلبس الفانيلة الحمراء عارف الشعار بتاعك اللي هو بكره يوم جديد، فاهم؟ فبكره يوم جديد ده معناه ان انت اللي فات ده ما مش هتعيش عليه. تشتغل وبتتعب وبتتمرن وبتجهز نفسك، لان انت عندك كل يوم بالنسبه لك تحدي، كل يوم في النادي الاهلي هو تحدي لكل اللعيبه اللي موجوده في النادي الاهلي. يعني الحمد لله المدرب اللي موجود راجل كويس جدا وبيتعامل بشكل كويس جدا مع الفريق ومع اللعيبه ومع تحضير اللعيبه، وقدر ان هو في فتره بسيطه يوصل لدماغ اللعيبه وللي يعرف اللي النادي محتاجه. ف
فان شاء الله يعني مع الاضافات اللي حصلت للفريق السنه دي، لاعب المغربي رضا سليم يعني لاعب واعد جدا، وان شاء الله يبقى اضافه كويسه. ما زالت بس نقطه راس الحربه، النادي الاهلي محتاج راس حربه يعني على اسمه وقيمه ومكانه النادي الاهلي، حاجه بتنقصنا دلوقتي، انما بقيه المراكز كلها الحمد لله فيها وفره طيب كويسه. بما انك بتتكلم عن راس الحربه، معلش يا وائل ده مهم جدا، لو عايز تقول لي مميزات او من وجهه نظرك المميزات اللي تبقى موجوده في راس الحربه للنادي الاهلي لو هيجيبه. يعني انا دايما النموذج بتاعي قدام عماد متعب وفلافيو، عايز بيروت بقيمه الاثنين دول كلاعب كوره عنده القدره على المشاركه في اللعب الجماعي للجزء الاخير للفريق، وعماد فاهم. انا عماد دلوقتي مش مدرب كويس، انا فاهم انا قصدي ايه، عايز لاعب يعرف يتداخل في اللعب، يبقى تارجت مان اللي هو لاعب محطه كويسه للفريق، يعرف يلعب مع زمايله والاجنحه والناس اللي بتيجي من نص الملعب، وراجل عنده قدرات تهديفيه عاليه يعرف يجيب جون في منطقه الجزاء. فده نموذج بالنسبه لنا اللي احنا محتاجينه وبندور عليه بقى لنا فتره طويله قدام. يعني يجي لك فتره يبقى عندك مهاجم متحرك يلعب داخل منطقه الجزاء بس، ويجي لك بعد كده فتره مهاجم يلعب خارج منطقه الجزاء بس ما يعرفش يجيب جول. فاحنا بندور على ده، والنادي الاهلي يقدر الحمد لله عندنا امكانيات ماديه دلوقتي احسن من كل الفرق اللي موجوده في افريقيا، نقدر نتعاقد مع احسن لاعب، واي لاعب النادي الاهلي هو اللي بيضيف له، مش النادي الاهلي اللي مش هو اللي هيضيف للنادي الاهلي. طبعا طبعا. فاحنا النادي الاهلي مغري لاي لاعب ان هو لو اتكلم معاه يقدر يتعاقد معايا. جمعه، ايه رايك في الطفره اللي بتحصل في المملكه العربيه السعوديه من يعني ارقام كبيره جدا جدا، ومع ذلك اسماء لاعبين كان من الصعب ان احنا نسمع ان هم موجودين في المنطقه العربيه؟ الكره بقت بزنس واستثمار يا اسلام، وهم بيتعاملوا بالنقطه دي دلوقتي، عندهم الماده موجوده، الاموال موجوده، بدا يشتغل بشكل احترافي منظم جدا وبشكل فيه تحضير كويس جدا جدا. فالاساس في الموضوع هو الفكر الاحترافي الاستثماري، ودي نقطة مهمة جدا، طالما أنت عندك الأساس وهو المادة فتقدر تتعاقد مع أي لاعب أنت عايزه في الدنيا. شوف البداية كانت مع كريستيانو رونالدو اللي هو واحد من أحسن اثنين لاعبين في العالم لمدة 15 سنة اللي فاتوا أو أكثر كمان، فهي دي ده الأساس اللي اتبنى عليه يعني. والسعودية دولة كبيرة ودولة يعني في المنطقة طبعا كبيرة جدا، ليها قدر وليها مكانة، فمش غريب ان هي يعني تنفذ الفكر اللي هم عايزين يوصلوا بيه خلال رؤيه معينه في السنين اللي جايه، انه يبقى في الدوري السعودي ليه اسم وليه تواجد عالمي مش في المنطقه بتاعتنا بس. مع ان صلاح يروح اتحاد جده ولا يكمل مشواره في ليفربول؟ والله انا يعني صلاح اسلام في مرحله دلوقتي يعني داخل على مرحلة التخليد في ليفربول. مرحلة ايه يا وائل معلش؟ بقى أفضل من رموز عملت تاريخ في ليفربول، وأنت عارف طبعا تمجيد الإنجليز للاعبين اللي عندهم والشخصيات اللي عندهم، فصلاح وصل لمرحلة كبيرة جدا، القرار صعب جدا بالنسبة له، ولكن أنا أتمنى له التوفيق في أي حتة. صلاح بصراحة مخلص ويعني متفاني في شغله جدا سواء مع النادي او مع المنتخب، وبنتمنى له كلنا التوفيق وانه يختار القرار اللي هو شايفه صح لمصلحته ولمستقبله ولحياته، لان هو اسعدنا كمصريين يا اسلام. انت عارف صلاح يعني انا بالنسبه لي صلاح افضل سفير لمصر جه في كره القدم كلاعب محترف بره الكوره، وصل معاني ممتازه ومعاني جميله جدا عن مصر وعن كل حاجه حلوه بتمثلنا حتى كعرب يا اسلام. صحيح. فيعني كل التوفيق ليه في اي قرار هياخده، سواء في السعوديه هتبقى فرحه كبيره بالنسبه لنا طبعا انه يتواجد في المنطقه العربيه بالجمهور المصري اللي هيبقى متواجد هناك واسم كبير، ولو استمر في ليفربول برضه ده تاريخ كمان بيكتبه صلاح وبيحقق ارقام كل يوم زي ما انت شايف بيسجل اهداف.
ويكتب تاريخ جديد لنفسه ولنا كمواطن مصري. عمل حاجه اسطوريه بصراحه، ما اعتقدش ان هي حد هيكررها تاني. حقيقي. جمعه اخيرا، متفائل النادي الاهلي في هذا الموسم الصعب جدا 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 والمضغوط جدا جدا جدا؟ ان شاء الله. زي ما احنا دايما الاهلي معلمنا التفاؤل ومعلمنا ان يعني معودنا على الفرحه، فيعني كلنا ورا النادي الاهلي، وان شاء الله دايما هو البسمه اللي في حياتنا وبيفرحنا دايما. اليوم اللي النادي الاهلي بيلعب فيه بيبقى يوم عيد بالنسبه لنا وفرحه، كلنا بننتظر المباراه بتاعت الاهلي عشان نستمتع بالاهلي. يعني كل التوفيق ان شاء الله للنادي الاهلي في الموسم ده، وموسم هيبقى فيه تحديات كبيره. يعني البقاء يعني المحافظه على القمه بيبقى صعب جدا يا سام، وانت وصلت للقمه الموسم اللي فات، بالاضافه ان هيبقى عندك تحديات، كل الفرق بتبقى عايزه تنول دايما من البطل. فكل التوفيق ان شاء الله للاهلي الموسم اللي جاي. انا بشكرك جدا يا نجم على وجودك معانا، وعماد لو عايز كمان طبعا. انا اللي سعيد والله بالمكالمه بتاعتكم، وسعيد ان سمعت صوت عماد حبيبي، وبقالك فتره طويله طبعا جدا ما شفتوش يعني. ف ربنا يوفقه ان شاء الله في التدريب باذن الله، الله يكرمك. فرقه كبيره قريب ان شاء الله. حبيبي احنا بنشكرك على تواجدك معانا يا نجم. شكرا جزيلا النجم الكبير كابتن وائل جمعه.